النوع التاني من البونز اللي هي الكوفالنت بونز، اللي هي الروابط التساهميه. والروابط التساهميه غير الايونيك بونز. احنا قلنا في الايونيك بوند بيحصل ايه؟ ترانسفير الكترونز، الالكترونات بتتنقل. هنا لا، بيحصل شير كل الكترون في مكانه، بمعنى ان كل اتوم تساهم بالكترون، بمعنى ان كل واحد عنده الكترون الخاص بيه. انا عندي مثلا يعني الكترون، انت عندك الكترون، تعالى نعمل شير مع بعض. بالظبط زي ما يكون عندك حاجة عايز زميلك يستفيد بيها وزميلك عايز يستفيد بحاجة من عندك، انا اقدر اطلعها لك ولا انت تقدر تديها لي. اذا كل واحد يخلي حاجته عنده، وفي الحالة ديت نقدر نستفيد من بعض ونعمل شيرينج للالكترونز. وعامة الشيرينج الالكترونز او الكوفلنت بونز بتبقى ما بين نون ميتال مع نون ميتال، ودي عشان كده لما نيجي نشوف الكوفلنت بونز غير الايونيك بوند. الايونيك بوند كنا قلنا ايه؟ ميتال مع نون ميتال، لكن في الكوفلنت بوند بتبقى نون ميتال مع نون ميتال. طيب الكوفلنت بونز لها نوعين، يا اما تكون بولر كوفلنت بوند يا اما تكون نون بولر كوفلنت بوند. البولر كوفلنت بوند عامة بتبقى ذرات مختلفة، يعني مثلا ايه؟ هم طبعا نان ميتال، بس ممكن تبقى مثلا كربون وكلورين، كربون وفلورين كده. يعني مثلا الكربون والاكسجين ده بولر كوفلنت بوند، الكربون مع الكلورين بولر كوفلنت بوند، الكلورين الكربون مع الفلورين بولر كوفلنت بوند، لانهم ايه؟ مش متساويين في الالكترو نيجاتيفيتي، مش متساويين في الالكترو ايه؟ نيجاتيفيتي. طب لو خدنا بقى النون بولر كوفلنت بوند هتبقى لنفس الاتوم، بمعنى ان هتلاقي عندك مثلا مولكيول الهيدروجين لهم نفس الالكترون نيجاتيفيتي، يعني متقسمين بالظبط الاثنين قد بعض بالظبط. الالكترون نيجاتيفيتي لا يقدر يستقطب الكترون ناحيته قوي ولا الثاني يقدر يستقطب ناحيته بالظبط، يعني يبقى الايه العمليه تلاقيها في النص هنا وبينهم. يبقى اذا المولكيول الهيدروجين نون بولر كوفلنت بوند، كمان الاكسجين نون بولر كوفلنت بوند، النيتروجين نون بولر كوفلنت بوند. يبقى اذا ايه؟ عرفنا الكوفلنت بوندز وعرفنا كمان الايونيك بوندز. نكمل. والكوفلنت بوندز عامه ممكن تكون سنجل بوند وبيساهم فيها 2 الكترونز، وده اقل حاجه عشان نقدر نقول ده كوفلنت بوند. او ممكن تكون دبل بوندز ويساهم فيها 4 الكترونز، يبقى 2 الكترونز من الاتوم دي واثنين الكترونز من الاتوم دي عشان يكون لي دبل بونز. او قد تكون كمان تريبل بونز، وفي الحاله دي هيساهم فيها 6 الكترونز، 3 الكترونز من الاتوم دي و3 الكترونز من الاتوم الثانيه عشان يكون لي تريبل بونز. والشكل قدامي ده بيوضح لي ادي الشيرنج للالكترونز، ادي اتوم وادي اتوم، كل واحد عنده الكترونز، لكن موجود ممكن نعتبر هنا 2 وهنا 2 عشان يكملوا لي الايت الكترونز، وهنا 4 الكترونز عشان يقدر يكون الدبل بوند، وهنا هو 6 الكترونز عاملين شيرنج عشان يكونوا لي التريبل بوند. الكترون نيجاتيفيتي ان بوند بولاريتي، علاقه السالبيه الكهربيه بالبوند بولاريتي. كنا قلنا من شويه ان الكوفلنت بوند عندي نان بولر وبولر كوفلنت بوند، وانه لها علاقه كبيره بالالكترون نيجاتيفيتي اللي هي السالبيه الكهربيه. فبيقول لي ايه هوت في النون بولر كوفلنت بوند؟ if two atoms in a covalent bond are identical، يعني لو عندي ذرتين متطابقتين، متطابقتين يعني ايه؟ يعني كربون وكربون، اكسجين واكسجين، نيتروجين ونيتروجين، نفس الاتوم بالظبط. they have the exact same electron negativity، عامة هيبقى لهم ايه؟ نفس السالبية الكهربية، فبالتالي الالكترونز شيرد ايكوالي، يعني نفس الالكترونيجاتيفيتي اللي عند الاتوم دي هي نفس اللي عند الاتوم دي. انت عندك 5 دفاتر، انا عندي 5 دفاتر، انا عندي قلمين، انت عندك قلمين، انت عندك مثلا مكتب، انا عندي مكتب، نفس الحجم نفس السايز، فاذا متطابقين فبالتالي بيكون الشير ايكوالي بين تو اتومز. زي كده قلنا من شويه ان الاكسجين، شايفين هنا في الاتوم ده ادي اتوم الاكسجين، ده مولكيول طبعا ايه؟ الاكسجين. ادي اتوم وادي اتوم، وفي النص هنا بالظبط ادي الالكترونيجاتيفيتي، ادي ادي ده بالظبط. كمان الهيدروجين ادي الالكترونيجاتيفيتي هنا، ادي الالكترونيجاتيفيتي بالظبط ما بينهم في النص، ده نون بولر كوفلنت بوند.
بنلاقي بقى ان في البولار كوفلان بوند هتلاقي الكترونيجاتيفيتي 1 اتوم بتزيد عن الاتوم الثاني، يعني الاثنين مش زي بالظبط زي بعض، بتلاقي واحده فيهم بتزيد الالكترونيجاتيفيتي عن الثانيه، فبالتالي بتبقى بولار كوفلان بوند. يعني مثلا بيقول لي كده، بيقول لي اف وان سايد اوف مولكيول، لو عندي جانب واحد من المولكيول مور نيجاتيف ذان اذر سايد، بنعبر عنه بدلتا ساين، بنحط عليه علامه الدلتا اذا كانت بوزيتيف او نيجاتيف. از يوز تو شو ذا بارشال نيجاتيف تشارج. يعني مثلا لو بصينا للرسمه دي، عندي ال H2O، هنلاقي ان الاكسجين عنده الكترونيجاتيفيتي اكتر من الهيدروجين، فبالتالي هنعبر عنها ازاي؟ هنعبر عنها باننا نحط دلتا بوزيتيف هنا ونحط دلتا نيجاتيف على اللي هو ايه الكترونيجاتيفيتي بتاعته اكثر. كمان لو بصينا للمولكيول ده ال HF، هنلاقي ان الالكترونيجاتيفيتي لل F اكتر من الالكترونيجاتيفيتي من ال H، فبنعبر عنها بالسهم ده وبنحط هنا دلتا نيجاتيف وبنحط هنا ايه دلتا بوزيتيف. تعال نشوف البروبرتيز اوف كوفالنت بوندز، البوند اوردر والبوند لينث والبوند انرجي، كل واحده فيهم قد ايه، قيمتها قد ايه. قبل ما نبدا نشرحهم تعالوا نبص مع بعض كده. لو انا مثلا انا واحد معانا حبل، الحبل ده طوله مثلا 5 متر، كل واحد شادد فينا الحبل من ناحيه، ممكن لو شدينا الحبل مع بعض يقطع ولا لا؟ لانه ضعيف، صح؟ لانه طوله طويل 5 متر. طب لو انا بقى تنيت الحبل ده وصغرته طوله شويه وعملته دبل، يعني عملته حبلين، هتقوى الرابطه ولا لا؟ الحبل هيقوى ولا لا؟ اجي اشد من ناحيه وهو يشد من ناحيه، بقى اقوى شويه مع اننا قصرنا الحبل. طيب لو جيت بقى عملت اكتر من كده وعملته ثلاث حبال، يعني قصرت شويه الخمسه متر وبدل ما عملتهم حبلين لا عملتهم ثلاث حبال، خليت مثلا كل حبل متر ونص فرضا، يعني بقوا ثلاث حبال. في الحاله ديت لو انا شديت من ناحيه وهو شد من ناحيه، الحبل اقوى بالرغم ان هو قصير. فهمنا الحته دي؟ تعالوا بقى نشرح ونفهمها. اول حاجه بيقول لي هنا البوند، انا عندي السنجل بوند وده دبل بوند وده التريبل بوند، ده الحبل الفردي وده الحبل اللي احنا زوجناه وده الحبل التاني. حلو. بنيجي نبص ان الافريج بوند لينث، طول الرابطه، بنلاقي هنا في السنجل بوند الرابطه طويله، اقل منها شويه الدبل، اقل منها التريبل. حلو. بنلاقي ان اللي هو الرابطه السنجل بوند بانها طويله، بنلاقي قوتها او الافريج بوند انرجي لها بتلاقي اقل، يعني 358. هيزيد في الدبل بوند الانرجي لها، يبقى 745. هيزيد الانرجي لها فين؟ في التريبل بوند. يبقى لازم كل ما بيزيد طول الرابطه بيقل الانرجي، وكل ما يقصر طول الرابطه يزيد الانرجي. يبقى احنا هنا ايه؟ هذا الكربون مع الاكسجين، نفس العمليه الكربون مع الكربون اهو، هذا طويل قل الطول شويه اللينث، بعد كده اللينث قل شويه، هنا الانرجي لانها طويله كانت لس او لو، زادت في الدبل زادت في التريبل. تعالوا نشوف النيتروجين، النيتروجين نفس القصه بالظبط، هذا السنجل بوند طويله سنجل بوند، الباور او الانرجي لها اقل، زدت قللت اللينث بقى 122، الانرجي عندي بقى مور بقى 418، قللت كمان شويه اللينث بقى تريبل بوند، زاد الباور عندي او زاد ايه الانرجي. فهمنا علاقه البوند اوردر بالبوند لينث بالبوند انرجي؟ سهله اهي. ترانس اند الكترونيجاتيفيتي، علاقة الالكترونيجاتيفيتي بالاتوميك سايز. طيب قبل ما نبدأ الكلام ده تعالوا نشوف مع بعض، لو انا مثلا في طفل، الطفل ده مع امه والطفل بيلعب حوالين امه، لو الطفل ده بعد عنها مثلا مسافة 10 متر،
سهل ان حد ممكن يستقطبه ولا بحيث ان هو يعني يقول له تعالى او يفقد الولد او يروح بعيد عنها، صح؟ لكن لو هو قريب منها بيلعب حواليها مثلا بمسافة نص متر، يبقى هو قريب منها جدا، يبقى من الصعوبة ان حد يجي يخطفه او حد مثلا يتوه منها او يروح بعيد عنها. لو انا بقى جينا نمثلها بالالكترون، الالكترون اذا كان بعيد عن النيوكلس يعني في الاوتر شيل بعيد قوي، يبقى في الحاله دي سهل انه يفقد، سهل ان حد يستقطب، سهل ان الالكترون ده يطلع. بينما اذا كان الالكترون قريب جدا من النيوكلس، من الصعوبه ان هو يعني عايز مجهود او عايز الكترون نيجاتيفيتي اكبر عشان الالكترون ده يتنقل الى اتوم تاني. نفس الفكره بالنسبه للالكترونيجاتيفيتي والاتوميك سايز، كل ما بيزيد الاتوميك سايز كل ما بتكبر حجم الذره، في الحاله دي تبقى الالكترونيجاتيفيتي بتقل، لكن تزيد الالكترونيجاتيفيتي اذا صغر حجم الاتوم. يعني هتلاقي في الاتجاه ده، اول حاجه قبل ما نشوف التيبل عندي بيقول لي قدره الذره واللي هو الالكترونيجاتيفيتي وعلاقتها بالاتوميك سايز، ان قدره الذره على اكتساب الالكترونات بتزيد كلما صغر نصف قطر الذره. يعني هنا لو بصينا للبريدكتيف بالشكل ده، هنلاقي هنا احنا عارفين ان هنا الاتوميك سايز كبير في الاتجاه ده، بينما لما بنتجه فوق بنلاقي ايه الاتوميك سايز صغير، فبنلاقي الالكترونيجاتيفيتي هنا هتزيد لما بيزيد بيقل نص قطر الذره، بالتالي محتاج هنا الكترونيجاتيفيتي اعلى عشان يفقد ايه الكترونز. لو بصينا طبعا ايه عندي هنا النوبل جاز اللي احنا قلنا عليها اللي هي جروب 8، الجروب النبيله الحلوه اللي ما فيهاش مشاكل، مالهاش سلبيه كهربيه لان عناصر مستقره اصلا، فمالهاش سلبيه كهربيه، بتقف لحد مين؟ الاف. الكترونيجاتيفيتي اند بوند بولاريتي، احنا من شويه قلنا ان في عند ايونوك بوند وفي عند ايه كوفلان بوند، وقلنا الكوفلان بوند فيها بولر كوفلان بوند وفعلا نون بولر كوفلان بوند، وقلنا في عندي حاجه اسمها الالكترونيجاتيفيتي. طب الالكترونيجاتيفيتي هنا هو لها قيمه، اذا كانت القيمه دي بيقول لي هنا هو بتوين ذا تو اتومز، اذا عندي اثنين اتومز والديفرنس انا عندي هنا للاتوم ديت لها الكترونيجاتيفيتي والاتوم الثانيه لها الكترونيجاتيفيتي، اذا كان الديفرنس اذا كان الفرق بين التو الكترونيجاتيفيتي اقل من 1.7 يعني اقل من 1.7 يبقى في الحاله دي نو الكترون ستول، يعني مش هيقدر يطلع الكترون منها، يعني مش هيقدر السلبيه الكهربيه او الكترونيجاتيفيتي كافيه ان يقدر يستقطب الكترون. فبقول لي نو ستول ذن تو اتومز شير تو الكترونز، ويبقى في الحاله ديت ايه كوفلان بوند. يبقى اذا كان الديفرنس اقل من 1.7 يبقى ده كوفلان بوند. طب هل هو بقى بولر ولا مش بولر؟ احنا دلوقتي تحت ايه اقل من 1.7. طب اذا كان بقى الديفرنس بقى اذا كان الفرق ده اكبر من 0.5 لحد طبعا 1.7 يبقى في الحاله ديت ايه كافي عشان يبقى بولر كوفلان بوند. طب اذا اقل بقى من 0.5 في الحاله دي طبعا هنا ايه مثالنا هنا هو فين الهيدروجين والكلورين زي ما احنا قلنا ان هو بولر كوفلان بوند. شايفين هنا الفرق قد ايه؟ هنا 3 وهنا 2.1، الديفرنس بينهم ايه 0.9، يبقى ده ايه اكتر من 0.5 يبقى في الحاله دي ايه بولر كوفلان بوند. طب اذا كان بقى الديفرنس هنا هو less than 0.5 يبقى في الحاله دي نون بول، يبقى اذا مش قادر في الحاله دي يستقطب، القوتين متساويتين. فاكرين لما قلنا ان تو ايدنتيكال اتومز يعني اثنين كربون او اثنين هيدروجين او اثنين اكسجين في الحاله دي هم متطابقين، في الحاله دي نون بولر كوفلان بوند. زي كده هذا الكلورين وهنا هو ايه هذا كلورين وهذا كلورين، ده الالكترونيجاتيفيتي قد الالكترونيجاتيفيتي ده بالظبط، في الحاله دي ايه بيسموه نون بولر كوفلان بوند. طب إذا كان بقى أكتر من 1.7 يحصل إيه؟ إذا كان الفرق بينهم أو difference between two electronegativity bigger than two في الحالة دي خلاص بقى مش بقى ما بقاش covalent خالص، هنا بقى إيه؟ الإلكترونيجاتيفيتي كافية إنها تستول الإلكترون، تقدر تروح تجيب كاتش تروح تقدر تستقطب إلكترون في الحالة دي، وفي الحالة دي بيكون إيه؟ ionic bond.
تعال نشوف السؤال ده مع بعض. بيقول لي ايه؟ بيقول لي using periodic table rank، رتب يعني the bonds of each set in order of decreasing، يعني من الأكبر للأصغر، bond length من الأصغر للأكبر، وكمان decreasing من الأصغر للأكبر ال bond strength. وجايب لي ال single bond ال SF وال SBR وال SCL ب double bond CO و single bond CO و triple bond CO. طيب تعال نشوف مع بعض هنا. أول حاجة لو حبينا بقى نرتب مع بعض، أول حاجة نرجع لـ periodic table، والـ periodic table كنا في قلنا علاقة البوند سترينث، البوند لينث والبوند سترينث. يبقى عندي لو خدنا أول حاجة الـ SF والـ SBR والـ CL، يبقى أول حاجة عندي الـ strength، نشوف مين الأقوى فيهم. تعالوا نشوف السؤال ده مع بعض. بيقول using periodic table rank the bonds، رتب يعني البونز of each set لكل مجموعة من اللي جايين دول in order of decreasing bond length، يعني من الأكبر للأصغر من ناحية البوند length، وكمان decreasing من الأصغر للأكبر، من الأكبر للأصغر البوند strength. للست دول ال SF وال SBR وال SCL ب double bond CO و single bond CO و triple bond CO. فاكرين البوند لينث والبوند سترينث اللي كنا على شرحناهم من الجدول؟ تعال نجاوب كده مع بعض. يبقى اول حاجه عندي الست الاولانيه هيبقى عندي ال SF من ناحيه السترينث ربطتها اقوى من SCL، ربطتها اقوى من SBR وهي اقل واحد. طب من ناحيه اللينث هيبقى طول الربط عندي ال SBR أطول، أقل منها شوية ال SCL، أقل منها ال SF. طب الست التاني اللي هو فيه الدبل بوند والسنجل بوند والتريبل بوند، من ناحية السترينث كنا قلنا إن التريبل بوند تبقى أقوى، أقل منها الدبل بوند، أقل منها السنجل بوند. ومن ناحية اللينث بيبقى السنجل بوند هي أطول والدبل بوند أقل شوية والأقصر اللي هي التريبل بوند. اخر حاجه عندي في البوند اللي هي الميتاليك بوند اللي كنا قلنا عليها، الميتاليك بوند بيشبهوها بالظبط، بيقول لي الكترون سي موديل، وهنعرف ليه الكترون سي موديل دلوقتي. والدبل والميتاليك بوند عامه ايه الدبل بوند؟ الميتاليك بوند عامه بتبقى ميتال مع ميتال. لو بصينا للرسم اللي قدامي ديت، خدنا مثلا السوليد ميتال، حته حديد كده او حته ايه ميتال صلبه، ودخلنا جواها وفتحناها هنلاقيها عبارة عن positive charge متكررة وكمان negative charge متكررة. وده اللي بيعمل لي ايه؟ السطح الميتال الصلب جدا. طب لو بصينا بقى هنا وقت الميتاليك بيقول لي ايه؟ الميتاليك bond used to describe the collective sharing of C valence electrons، بيشبهها كده بالبحر لانها متكررة ومتكررة، ولان الالكترونز عندي تبقى حر عشان تعمل لي delocalized electrons. فبيقول لي metallic bond used to describe the collective sharing of a sea of valence electrons between several positively charged metal ions. ولو جينا نبص نلاقي خصائص معينة كده للmetallic bond، بنلاقي ان هي strength، بتطلع انها هي قوية، كمان ال high melting and boiling point بتتمتع ان هي لها نقطة أو درجة ذوبان عالية جدا، وكمان درجة غليان عالية جدا، وكمان good conductor of electricity، موصلة جيدة للكهرباء وكمان للحرارة، وكمان ميلابول يعني سهل لنا أتنيها وأطيعها زي ما أنا عايز. وعشان كده لأننا ممكن نستخدم الميتاليك بوند ان نعمل الوي اللي هي السبائك، نحط مثلا حديد على نحاس على كذا عشان تطلع على حاجه صلبه جدا، زي مثلا كده التروسه مثلا بنلاقي عندنا هنا في كوبر نسبته مثلا من 75 ل 95، كمان 10 تيتانيوم، ممكن الطاسات اللي هي التيفال والكلام ده ممكن بيتعمل من نسبه الحديد كذا ونسبه الكربون كذا، فلما بنخلطهم مع بعض بيطلع لي ايه؟ ميتالز، حاجه صلبه او سوليد ميتال عن طريق ايه؟ الميتاليك بوند.
وبكده نكون وصلنا إلى نهاية شابتر 9. أتمنى إن أنتم تكونوا فهمتوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله.